الحمد لله وصلى الله على النعمة المهداة سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا يزال الحديث في هذه المجالس المباركة الإنسانية قبل التدين، وكان قد ابتدأ بتوضيح معنى كون الإنسانية قبل التدين والفرق بين التدين والدين، ثم توضيح مفهوم الإنسانية ومعناها، ثم الحديث عن فرضية أو تساؤل البعض عن مفهوم القيم والأخلاق، ثم الفرضية التي بنيت على ذلك، ما صلة الأخلاق والقيم بالدين، وهل يمكن أن يعيش الناس حالة من النجاح الكلي في رقي الأخلاق بدون الدين. ثم جاءنا الحديث عن مفهوم الأخلاق، عن القيم، ومن أراد أن يتسع في موضوع الأخلاق وتقسيم شجرة الأخلاق وما يتعلق بها، فقد كانت هناك سلسلة من الحلقات تجدونها في القناة في اليوتيوب وفي غيره باسم الشجرة الطيبة، ولها موقع أيضا. ثم وصل بنا الحديث إلى حاجتنا في منظومة القيم والأخلاق إلى القدوة، مفهوم الإنسان الكامل الذي يمكن أن يأخذ كل منا قدر طاقته من معنى الاقتداء. وهنا أولا يأتي تساؤل، البعض يطرحه فلسفيا، ما حاجتنا إلى مفهوم القدوة؟ بعض يقول أنا خلاص أفهم الشيء أقتنع به أعمل، فهمته لم أقتنع به لا أعمل، لم أفهمه أحاول أن أفهمه، فإن اقتنعت عملت وإلا لا أعمل. هذا يطرح. الحقيقة أن هذا مخالف للواقع الذي يعيشه البشر. الواقع أن البشر يتأثرون ببعضهم البعض، أن الناس تقتدي بمن تعجب به، أن الناس تتأثر بما يبرز لها. الرموز يؤثرون في البشر، الرموز اليوم في حياتنا التي نعيشها، رموز الإعلام، رموز الفن، رموز التمثيل، رموز الكرة، رموز السياسة، رموز الاقتصاد. الناس تتأثر بمفهوم القدوة، لأن الله عز وجل قد أوجد هذا في النفس البشرية ليحصل بينها التساقي. ولهذا أوجد الله سبحانه وتعالى الأنبياء والرسل ليكونوا قدوة لأممهم. كل نبي، كل رسول، مع مهمة إيصال الرسالة كانت هناك مهمة تجسد الرسالة في الرسول لينظر إليه ويؤخذ بها. وجاء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، الذي جاء برسالة لكل الأزمنة والأماكن، للناس كافة كما قال في القرآن، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعله الله عز وجل النموذج الأعظم في مفهوم الإنسان الكامل، الذي كما قلنا في حلقات مضت يتكون من روح وعقل وقلب ونفس وجسد. فروحه صلى الله عليه وآله وسلم أنقى الأرواح وأرقى الأرواح وأعظم الأرواح صلة بالملك الفتاح، وصاحب الروح التي تجلى الله عز وجل على صاحبها فنظر إلى أنواره القدسية وسبحات وجهه الكريم في ليلة المعراج. هو صاحب الروح الذي امتلأ تعلقا بالله وشوقا إلى الله ومحبة لله، فأفاض الروح النبوي الشريف على الذات النبوية المطهرة، على العقل، فكان العقل الأرشد في هذا الوجود، وأفاض على النفس
فكانت النفس الزاكية المزكية للنفوس، وأفاض على القلب، فكان القلب الذي نزهه الله سبحانه وتعالى، وأفاض على الجسد بعد أن تلقى القلب الذي يتلقى نور القرآن ثم يتيسر باللسان، أفاض على الجسد فكان مثالا في الاستقامة. رأينا فيه صلى الله عليه وآله وسلم مفهوم الإنسان الكامل. الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم له جوانب، فمنها الجانب الاختصاصي، أي الشيء الذي اختصه الله تعالى به ولا يعطى لغيره، النبوة، ختم النبوة. الكمالات الخاصة بحضرته الشريفة التي لا يطيقها بقية البشر، لكن له جانب آخر وهو الجانب البشري، غير جانب الاصطفاء الخاص. هذا الجانب البشري له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هو مجال اقتدائنا نحن. لهذا قال الله سبحانه وتعالى يخاطب سيدنا محمد: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. ثلاثة أقسام هذه الآية، فيها ثلاث خطابات. طب الأول: قل إنما أنا بشر مثلكم، الجانب البشري يواجهنا بجانبه البشري. يوحى إلي، تميزه عن بقية البشرية، الاختصاص والعصمة وسابق الاصطفاء. أنما إلهكم إله واحد، رسالة التوحيد. هذا يعيد إلينا مسألة أخرى التي هي عنوان البرنامج: الإنسانية قبل التدين. قل إنما أنا بشر مثلكم، الآدمية الإنسانية. يوحى إلي، الدين، أنما إلهكم إله واحد، الاعتقاد، التدين. فابتدأ الحق عز وجل بالإشارة إلى آدميته صلى الله عليه وآله وسلم. البعض فهم كلمة بشر مثلكم المحدود، فلم ينظر إلى يوحى إلي، صار يقول لا تبالغوا، لا تكثروا، لا تغالوا، وهذا بعيد عن الأمر، وذكرناه في غير ما برنامج، ليس هذا محله. قل إنما أنا بشر مثلكم، هذا الجانب المواجه لنا وهو البشرية محل الاقتداء، فجعل الله عز وجل بشريته مظهرا لنور البعثة التي جاء بها، مظهرا للكمال في خلقه وهيئته، وسيأتي الحديث عنها. كان من أكمل الناس خلقا، صورة آدمية جمع المحاسن كلها صلى الله عليه وسلم، وفي أخلاقه وتعاملاته. لكن قبل أن نتحدث عن كمالات أخلاقه، نريد أن نغوص أعمق. أعمق، ما معنى هذا؟ حال قلبه الشريف في نظرته إلى الوجود. كان صلى الله عليه وآله وسلم كما ذكر الله في القرآن رحمة للعالمين، هذه الرحمة اقتضت أن ينظر للوجود كله بعين الرحمة، ينظر للموافق المسلم بعين الرحمة، ينظر للمخالف الكافر بعين الرحمة، ينظر للمسلم العاصي بعين الرحمة، يتعامل مع الكل على أساس الرحمة. هذه الرحمة تجسدت بعد ذلك في تصرفات، في أقوال وفي أفعال. يأتي جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وهم شبيبة، كما عبر مالك بن حويرث، قال كنا شبابة، يعني شباب كلنا، المجموعة التي جاءت إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم تعاليم الدين. قال فأمضينا 20 يوما، ثم عرف في وجوهنا اشتياقنا إلى أهلنا، شباب ومتزوجين وأقارب أهلهم في بلدة ثانية، فذكر لنا ذلك، سألنا: من لكم في بلادكم؟ هذا قال لي زوجة وأولاد، وهذا قال كذا، وهذا قال كذا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الحقوا بأهلكم، ارجعوا إليهم، وصلوا كما رأيتموني أصلي، ولي أمكم أكبركم، توكلوا على الله، اذهبوا. هذا الملمح الآدمي الإنساني من نظرته صلى الله عليه وسلم لمفهوم الاحتياج عند الإنسان. كان صلى الله عليه وآله وسلم بكمال ينظر فيه إلى السوي وغير السوي في حالته البشرية، ينظر بهذا المنظار عينه إلى 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 العاصي المذنب المخطئ الذي يرتكب الكبائر. فيأتي أحد الصحابة ويشرب الخمر، فيمر عليه أحدهم ويلعنه، أول مرة يأتون بك شارب خمر، وثاني مرة وثالث مرة، ولعنه ونال منه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تعين الشيطان على أخيكم، إن علمته رجلا يحب الله ورسوله. دافع عن 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 السكير، بمعنى أراد أن يلفت الأنظار إليه.
وهو أننا عندما نرى من يعصي ومن يخطئ، مقتضى الإنسانية أن نشعر بآدميته أيضا وإنسانيته، ألا نجعل خطأه يبرر لنا هتك آدميته وإنسانيته، أن نبحث عن جوانب النور في داخل هذا الإنسان وإن كان ظاهره فيه ظلمة. وقال يحب الله ورسوله. الرجل هذا لم يرجع إلى الخمر بعد ذلك لما رآه من إحياء هذا المعنى في المخاطبة. يأتي الرجل الآخر، هذا الأعرابي البدوي في القصة التي نعرفها كلنا، يبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيغضب. يعني تخيلوا واحد يقوم أمام الناس في المسجد ويبول على أرض المسجد المقدس المطهر، فيهب عليه الناس، يقومون إليه مغضبين، لديهم غضب وغيرة على المسجد، وهذا غضب في محله ليس خطأ، لكن كيفية التعامل مع الخطأ. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول عبارة: لا تزرموا الرجل بولته، يعني لا تخيفوه فيصاب بانقطاع البول، بحبس البول. صحيح أن البول في المسجد منكر، لكن الساجد أهم من المسجد، علمنا تعظيم الساجد قبل المسجد، الإنسان قبل البنيان والساجد قبل المساجد. قال صحيح هذا الرجل أضر بالمسجد، بال في المسجد، لكن إذا صحتم فوقه وهو لا يزال يبول ستسببون ضررا للساجد نفسه، للإنسان، الإنسانية قبل التدين. لا تزرموا الرجل بولته، يعني خلوه يكمل البول، يكمل البول في المسجد، إيه يكمل بولته. فلما انتهى من بولته قال النبي صلى الله عليه وسلم في إزالة المنكر: هريقوا عليه ذنوبا من ماء، دلوا من ماء، غسلوا مكان البول. ثم نادى الرجل قال: يا أخ العرب، إن هذه المساجد بيوت الله، بيوت الله عز وجل، إنما جعلت للذكر وللتسبيح وللصلاة وللتلاوة، ولم تجعل لمثل هذا الأمر. فغضبت الرجل الذي روع في البداية من هجوم الناس عليه وقال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا، يعني هؤلاء الذين تكلموا عليه. قال له النبي: لقد حجرت واسعا يا أخ العرب. يأتي الحبيب صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، يخرج في أمر جلل صلى الله عليه وآله وسلم، هو مع الصحابة في شيء من أمور الأمة، فتعترض طريقه هكذا وهو يسير في الشارع امرأة، الناس ينظرون إليها أنها يعني ذات خبل، يعني في عقلها لوثة بمفهومنا المعاصر، ذات إعاقة عقلية. فتعترض النبي هكذا في الطريق وتقول: يا رسول الله أريد أكلمك، أريد أتكلم معك وحدي. فيقول حبا وكرامة: انظري إلى أي طرق المدينة تريدين، يعني هنا احنا ماشيين خلاص، لكن شوفي أي حارة تريدين أنا حاضر. فأشارت إلى مكان وجلست، فجاء النبي وجلس على الرمل على الأرض على التراب، وأخذ يحادثها وهي تحادث وتشرح وترفع يدها وتنزل يدها، وهو يتبسم صلى الله عليه وسلم إلى أن اكتفت فيها، لم يقطع كلامها، وكان لا يقطع على أحد حديثا. ثم قام صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أرضاها وذهب إلى ما يريده. جاء في الشمائل أنه صلى الله عليه وآله وسلم كانت تأتي إليه الأمة الجارية خادمة التي لا يلتفت إليها، وهذا باطل، لا يحتقر إنسان، هذا كمال في آدميته وإنسانيته. قال: تأتي إليه الجارية فتأخذ بيده، تسحبه من يده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يهابه الملوك في ذلك الوقت، يهابه كبراء الناس، تأتي فتأخذ بيده فيتبعها صلى الله عليه وسلم ولا ينزع يده من يدها كما جاء في الشمائل حتى يقضي حاجتها صلوات ربي وسلامه عليه. يصلي الصبح فيخرج من المسجد في العادة فيجد الخدم والضعفاء والبسطاء من الناس يقفون على باب المسجد ومعهم أوعيتهم فيها الماء، يريدون النبي أن يقرأ لهم على الماء، أن يبرك لهم الماء، فيضع يده صلى الله عليه وسلم في الأوعية وعاء وعاء لا يبالي بصقيع المدينة المنورة وكانت شديدة البرودة، إكراما لهؤلاء، بمعنى أن كمالاته برزت في التعامل مع مختلف أنواع البشر. يأتي إليه أبناء الملوك وذوي الجاه، يلاطفهم، ينزلهم منزلتهم، يضع لهم الوسادة ويجلسوا على الأرض. يأتي إليه العدو فيفعل معه نفس الشيء، يأتي إليه المسكين فيفعل معه نفس الشيء، يأتي إليه أساقفة نجران من كبار النصارى كبار المسيحيين، أساقفة نجران، فينزلهم في المسجد النبوي الشريف ويطعمهم من أحسن الطعام، بل ويأذن لهم أن يصلوا في مسجده صلى الله عليه وسلم بصلاتهم التي هي من ديانتهم. علمنا صلى الله عليه وسلم في تعاملاته، يمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في معركة
في فتح مكة عند ذهابه لإنقاذ مكة مما حصل بعد نقضهم العهد، وجيش جرار نحو 10,000 في ذلك الوقت. فيلحظ صلى الله عليه وسلم أثناء المشي أن الجيش بدأ يقترب من منطقة فيها كلبة قد وضعت للتو، ولدت، فخافت على أجرائها لما رأت الخيول والجمال والجيش مقبل في عتاده، فاستنفرت، خافت أن يطأ الجيش ما ولدت الجراء. فصاح النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش أن توقفوا، وأمر أحد الصحابة أن يقف بجانب الكلبة ليفرق الجيش من حواليها حتى لا تخاف. علمنا صلى الله عليه وآله وسلم مظهر الإنسانية الكاملة في مختلف جوانب الحياة، وللحديث بقية إن شاء الله عز وجل عن ارتباط ذلك بكيفية الاقتداء. ما هو مفتاح الاقتداء؟ وهو المحبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشهدنا تلكم الكمالات، وأن يرزقنا كمال الإقبال عليه وكمال القبول لديه وحسن الأدب مع حضرته صلى الله عليه وسلم. اللهم أرنا من أنوار بشريته ما يجمعنا على سر خصوصيته، واجعلنا من العارفين بك وبه ظاهرا وباطنا، وأزل عن قلوبنا كل غبش يحول بيننا وبين شهود هذا النور. يا حي يا كريم يا غفور، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.